الوقت هذاك المحرك ديجاج دي غاز بريلي ايوا دي غاز اكستريمون توكسيك ماشي سي لو سي او لو سي او هذا كيعود لا كونسونطراسيون دو 1% يقتل في ان كاردور ا 10% يقتل فوريا وهو لا كونسونطراسيون تاعو كيخدم المحرك ومشى تما في وسط ان ميليو كلو ان ميليو نو ايري ثم لا كونسونطراسيون فات 40% مجرد اللي يستنش كيطيح تما هكذا صرات هبطوا ينقذوا الاول طاح اللي راح ينقذوا طاح زاد الحق ثالث وتوالات كان عمهم كان راح يحكمهم ما قدرش يحكمهم تلمون الحماس مساكن اللي جي طيح ثلاثة الاخرين كيفاه شديتهم ثلاثة الاخرين لحقوا الناس تعاونوا شدوهم بينما لحقت الفرقة تاعنا من بني عزيز مباشرة خذوا الاحتياطات لأن الهدف من العملية إنقاذ للمتبقي ولا انتشالهم دون وقوع أضرار لأنه كثير ما يموتوا نحن فقدنا حوالي 20 عبر الصيني في الأبار بلا الغازات وصلت الفرقة أمنت المكان أمنوا روحهم بالأجهزة التنفسية وباشروا العملية وجبدوهم كامل متواليين بنجاح بنجاح يعني عملية الانتشال أقصد يعني عندهم الأجهزة عندهم الأجهزة جبنا ليكيب جرام جبنا لي رونفور العلمة بني عزيز كل وحدات المجاورة دخلنا وجبدناهم بحضور الأهل نتاعهم بحضور كل المواطنين تعاونوا معنا عملنا لهنا وفاة العملية مصيبة مصيبة جدا تاع رب العالمين ربي يرزق صبر إن شاء الله آمين يا رب الله فيكم على الزيارة خوتنا وراكم خير نحس بارك فيكم على الزيارة وجزاكم الله خيرا أيه. أنا واش نقول لكم ربي يصبركم بركة آمين يا رب العالمين ربي يصبرنا ويصبر الأهل ويصبر الناس ويصبر الأهل وتجهد لهم بصلاح يعني ماشي ناس في أتم القمة يعني إن شاء الله عمرهم ولاد وناس والله يعني ربي يرحمهم وقدر الله ما شاء فعل يعني قدر الله ما شاء فعل وبارك الله فيكم على الأعزاء هذا أقل شيء هذا أقل شيء وش أخذ المصائب نكون معكم جميعا بارك الله فيكم ربي يخفى لكم آمين صبر الأهل نعم ما عندي ماش نقول لكم تعرفوا واش نقولوا في وضع كيما هذه في محنة كيما هذه واش ما علينا غير نضطروا عند الرب سبحانه أن يصبرهم ويرزقهم الصبر والسلوان آمين وإن شاء الله ناس كامل عباد الجزائر سمعت كل أزرين معهم وكل ضامنين معهم عندنا شوية شوية نقول لله في المثال نحن ثمانية كامل مع عائلة واحدة صعيب الأمر الله يرحمه ويوسع عليهم آمين الله يرحمه تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف بعد ظهر اليوم لحادث في بئر بقرية العمارة بلدية معاوية شمال شرق سطيف. الحادث تسبب بكل أسف في حصيلة نهائية إلى وفاة 8 أشخاص من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم بين 23 و56 سنة. سبب المرجح للوفاة هو استنشاق غازات الاحتراق السامة التي كان تطرحها مضخة في البئر
على عمق حوالي 15 متر. هذه الغازات المحروقة اللي من بينها غاز أحادي أكسيد الكربون اللي كان تركيز تاعه أكثر من 10%، وهو ما تسبب في الموت الفوري للضحايا. تم انتشالهم يعني على مفارقين للحياة، تم نقلهم إلى مستشفى بن عزيز بتسخير 6 سيارات إسعاف وبتدخل فرقتين متخصصتين، الوحدة الرئيسية ستيف، واحدة في الغطس واحدة في الإنقاذ في الأماكن الوعرة، وبالإضافة إلى الوحدات المجاورة بمعية مصالح الدرك الوطني لأمنة المكان ومصالح الصحة والسلطات المحلية. قال التعزية.